يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان لديه عمل داخل المقبرة وخشي خروج الوقت فأدى الصلاة في تلك المقبرة فهل صلاته صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. يعني تجوز الصلاة عند المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد. فاخرج من المقبرة وصلي وارجع إلى مكة. نعم.